طيب شو رح نعمل؟ شلون بدنا ندبر حالنا؟ ليك لا عم نحاول. حبيبتي على اساس الطريق ياخذ ساعه. حبيبتي انا ما شربت شيء، شو بتحبي ضيفك؟ مشروب؟ لا ما في داعي للمشروب، مو بدي سوق السياره. معناها قهوه. ايه بصير. تأخرتي هالقد؟ صارت الدنيا الظهر. ما كنت قاعدة، عم بلاحق الشغل. أي يلا فوتي. شو بك انتي؟ ليش هيك حالتك؟ المجنون محمد رجع اجا لهون. لا شو بده منك كمان؟ قال بده نكون اصدقاء. اصدقاء شو يا؟ لسه عنده وش للصداقة؟ هاد واحد مجنون ما عم يقدر يشيلني من عقله. طيب شو عملتي؟ قلت له يا بتروح يا بتصل بالشرطة. راح بس أنا كنت عم برجف كلي من الخوف، عم قول لحالي لازم خبر سواش ويبعث له شي حدا. قلي له لكان. شو أنت جنيتي؟ إذا بقول لسواش بكسر له عظامه وبيخلص عليه كمان. لو تعرفي قديش عم بشتقلك. وأنا كمان على طول بخترع كذبة مشان أطلع من البيت لحتى أجي لعندك. ما بعرف شو بيصير إذا عرفت أمي بقعدتنا هون لحالنا. شو بيصير؟ ممكن يقوصوكي؟ يمكن سواش ما يعملها، بس أمي مستحيل تسامحني وأكيد بتقوصني. عم تمزحي، مو معقول. أنت ما بتعرف عيلتنا. مفكرتيني ممكن اسمح لهم يعملوا فيك شيء؟ أنا بحبك كتير كتير.